بمناسبة الحديث عن شيكابالا، شيكابالا كان دائم المؤازرة لفريق الطايرة السنة دي في حسم الدوري وفي حسم الكاس، ولكن كالعادة البعض هاجم وجود شيكابالا وقال ان هو كده بيسرق الضوء من نجومية لعيبة الطايرة ان هم دي بطولتهم هم اللي خدوها، ولكن في المقابل بنشوفك ان انت بتحتفل بالدرع برقصة شيكابالا. فأنا يعني احتفال الرسمي نادي الزمالك يعني ما بيسرقش الاضواء منكم؟ لا لا خالص. انا يعني انا وجهة نظري، انا واحد من الناس ان انت النهارده لما بتبقى في وقت صعب وبتلاقي كل الناس اللي بيحبوك واقفين حواليك وبيساعدوك، اكيد ده هيبقى دفعه معنويه كبيره جدا ليك. انا شايف ان دي حاجه ممتازه جدا ان انت النهارده بتلعب ماتش نهائي دوري او حتى نهائي كاس وشيكابالا كان موجود، وانت بتبص بره تلاقي شيكابالا او بتلاقي عمرو زكي او بتلاقي امير عزمي مجاهد او ده دعم. اصل احنا برضو يعني احنا مش ناس غرب عن بعض، يعني احنا عيله. ففي الاوقات الصعبه دي لما تلاقي ناس واقفين جنبك انت اكيد طبعا بتبقى عايز تعمل كل حاجه عندك، يعني ما بتبقاش قلقان، بتحس ان هم بيطمنوك. حتى في ماتش الكاس لما خسرنا، لا شيكابالا نزل لنا الملعب وسلم علينا وقال لنا بكره هنكسب ان شاء الله، والحمد لله ان احنا تاني يوم قدرنا نكسب. يعني